التلاتة وهم التلاتة والحب أقوى منه التلاتة ده الحب أقوى منه التلاتة وإحنا التلاتة خطيبي في وسط مية اعرف خطيبي ولو حبيبي سالي منساش حبيبي لو كان خطيبي في وسط مية اعرف خطيبي ولو حبيبي سالي منساش حبيبي حلاوته هي وغلاوته هي حلاوته هي وغلاوته هي واليوم في بعده يومين تلاتة والحب أقوى من التلاتة احنا التلاتة وهم التلاتة والحب أقوى من التلاتة ده الحب أقوى من التلاتة واحنا التلاتة صبرك صبرك شوية ما تخلوا حبة النمرة تلاتة تلاتة والحب أقوى منه تلاتة احنا التلاتة وهم التلاتة والحب أقوى منه تلاتة ده الحب أقوى منه تلاتة احنا التلاتة وهم جرى ايه يا مصفوفة الرقبة انت؟ هات كمان اذا ازاي مش تبقى تسأل الاول؟ خدي بس تاني مرة تبقى تقفي على الباب يا ديك البلا الله يسامح يا بنت اسمعني مش عايزين النهاردة انت واقي حد الله يسامح المعلم عباس فين؟ ماي طب اوعي 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 طيب صحيح بقول لك قلت لك النهاردة اجازة لا خش صحيح بلاش غلبة خش المكتب ولا ازيع الصبح انت قليلة الادب لا يسامح جرى يا بنت الله يسامح ده انت لامي ده قوي الله يسامح خش بقى الله يسامح الله سجل سجل
خشي خشي يا نبوية. نبوية انزلي هاتي لنا كيك من تحت بس يكون صلب الأول. تليفون يا عزيزة. محمود مفيش كلام. من زمان. مين معاك؟ احمد ومنعم؟ عال. ايوه قاعدين جنبي اهم زي العفاريت. والنبي يا محمود هنتغدى كلنا في القناط الخيريه. حالا هنلبس ونستناكم تحت. مع السلامه. احنا ثلاثه وهم الثلاثه والحب اقوى من كده. انا اسف يا بابا. يا ابني ابوك له حق، الحاجات دي ما تتعملش الا بعد ما تتجوز. يتجوز؟ يتجوز ده ايه؟ ده انت دي بيطلع بالثلاثة ويتجوز. ابوس ايدك يا بابا. ايه بقى عيني؟ ايه بقى عيني؟ يا بابا انت بره من بيتها. اتسامح يا بدري من بيتها تاني يا بلد. Thank you.
عرفت اللي حصل يا شيخ سيد؟ ايوه يا ابني معلش. خش نام للصبح لحد ما يحلها ربنا. استنى يا اسطى قبل ما ارجع لك. اي هو فين المعلم عباس ده؟ فين فين فين؟ ازاي يا راجل انت يا خرفان يا عجوز تتجرأ وتقول عايز تتجوز سعاد؟ يا راجل يا ندمان يا صدبان يا سعران انت. الا وما اتجوز ايه؟ هو انا عايز تتجوز مين يا راجل انت؟ يا شايب يا عايب يا بايخ يا دايخ يا فاعي يا واقع انت. الا بتقول ايه مجنونه دي؟ مجنونه فايش حرام. وفين الراجل الملطوش المضروب على قلبه ده؟ ثلاث بنات وثلاث صبيان يقطع امالهم، ده انا هقطع رقبته. معلش هو فين؟ معلش يا عم هرم، ازاي والدك برضه؟ والدك مين يا مجنون انت؟ انت هنا والنبي لا خلص عليك حتى ما انطلق. معلش يا ست اهلي، معلش معلش. ايه الهوا ابن حلم البنت؟ هقطم رقبته اللبان الصبار اللي بيظهر الصغمار. معلم عباس، معلم عباس، خلاص روحت. روحت؟ وخليتها تروح ليه قبل ما تيجي دمها؟ انت هتعمل عقلك بعقلها. لا 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 لا، انت راجل عاقل. اهو ده بس اللي مسكتني، انت مالك يا عم ده قدامي؟ اهو باين اهو. ايه سيبك انت عرس ولا يهمك، سعاد تروح قافي سعاد تيجي. الشباب يا بلبل، انا عندي نص فلوسك اللي رجعني شبابي. انت هتفضل شايل الدنيا على قرنك لامتى؟ بفلوسك يرجع لك شبابك، بفلوسك هتبقى هارون الرشيد. ايه؟ اي والله ده كان في سنك واكبر ومبدع. تمسك كده يا بلبل. الله اكبر. مالكش دعوه انت يا عم، بكره بالليل هروح انا وانت عند نجوى بيتزا نرقص ونعيص ونجالس يا معلم عباس. الله، ما تخليها على الله بقى، ما حدش واخد منها حاجه. خلاص يا عيني.